لا أريد أن أموت، آخر كلمات ضحية جريمة بشعة. عقدت أول أمس الأربعاء في تركيا محاكمة رجل متهم بقتل طريقة طعنا بالسكين، وذلك على مرأى من ابنتهما في جريمة هزت الشارع التركي بعد تداول المشاهد للحادثة على نطاق واسع. وأثارت جريمة قتل أمينة بولوت البالغة من العمر 38 عاما على يد طريقها أمام ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات في أغسطس الماضي صدمة في تركيا بعد نشر تسجيل مصور لآخر لحظات الضحية وطفلتها تتوسل إليها بأن لا تموت. جريمة بشعة هزت المجتمع العربي. 3 شبان يتناوبون على اغتصاب طفلة عمرها 5 سنوات. في جريمة بشعة ومقززة تقشعر لها الأبدان هزت المجتمع العربي كله، قام 3 شباب باغتصاب طفلة عمرها 5 سنوات بطريقة متوحشة وبشعة، خلت من كل معاني الإنسانية بل والحيوانية، حيث حاول قتلها لإخفاء معاني الجريمة وكأن جريمة الاغتصاب لم تكن كافية له. وأثارت الواقع التي تقشعر لها الأبدان صدمة كبرى لدى الرأي العام في تونس وسط دعوات للخروج إلى الشارع لإطلاق صرخة غضب ضد انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال. هشم رأسه بحجر وأخفيا جثته وسرق أمواله، جريمة بشعة في المدينة. تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بقيادة العقيد مشاري الفريدي من ضبط شخصين قتلا مقيما من بني جلدتهم في محافظة العلا. يعمل في مجال بيع التمور بالمدينة المنورة قبل سفرهما بساعات، وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة قد تلقت معلومات على العثور على سيارة وبداخلها آثار دماء ومتوقفة في منطقة سكنية. وبالبحث عن قائد المركبة ذكر كفيله أنه متغيب عنه، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقع للكشف عن غموض قضية، تم التوصل إلى أن المتغيب يعمل في مزارع التمور في قرية الجديدة بالعلا ومعه مبالغ مالية بعد بيع التمور في سوق الحلقة بالمدينة. وبتكثيف التحريات والمصادر السرية ورفض وتحليل المعلومات أسفرت النتائج البحثية عن أن أحد الجنات في إدارة الوافدين بالمدينة حصل على تأشيرة خروج نهائي وباق على سفره بضعة ساعات، وتم القبض عليه وعلى رفيقه الآخر في محافظة العلا بالتزامن، حيث اعترف بقتل المجني عليه وسلب ماء بحوزته من مال. تبين أنه خطط لجريمتهما بركوب أحدهما مع المجني عليه بحجة توصيله إلى الجديدة في العلا ومتابعة الآخر له بسيارة أخرى، وبالقرب من مفرق السليلة أقنع الضحية بالتوقف، وعند نزوله من السيارة ضربه القاتل بحجر على رأسه ثم أدخله إلى السيارة واستمر بضربه على رأسه حتى فارق الحياة، فيما حضر رفيق الجاني بالتزامن مع قتل المجني عليه، حيث اعترف الجانيان بجرمهما جملة وتفصيلا وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة. وكان الجانيان قد أخفيا جثمان القتيل وسيارته في المدينة لتضليل الجهات الأمنية، حيث تم ضبطهم بإشراف ومتابعة مدير الشرطة اللواء مبارك الأصيل بوريكس مبارك. عزيزي المشاهد، فضلا وليس أمرا، ادعمنا بالضغط على اللايك للفيديو، سارع بالتشجير في القناة، فعل الجرس، هذا سينفعك كثيرا.